صباح الخير، منطل عليكم بفقرة جديدة من أوروسكوب مثل العادة. أكيد أكثر منكم ناطرين تعرفوا حظكم لليوم، فخلينا نشوف سوا الحظ كيف رح يكون من الناحية العاطفية والمهنية لتوقعات 15 الشهر. منبدأ مع برج الحمل. تجنب المشاكل العاطفية أيها الحمل يلي وقعت فيها سابقا، وتعلم منها لا تفادي الوقوع فيها من جديد. مهنيا تزداد مسؤولياتك اليوم، لكن النتائج بتكون لمصلحتك وبتحقق لك الأرباح. برج الثور. لما تشعر بأي تغيير بتصرفات الشريك أيها الثور، ما تتردد بطرح الأسئلة لتوضيح الأمور لإلا تتفاقم المشكلة. أما مهنياً في عندك تشويش بالأجواء، لكن هالشي ما رح يؤدي للابتعاد عن محيطك أو لحصول جفا مع الزملاء أو المسؤولين. برج الجوزاء. بتتفهم قلق الحبيب وبتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وبتنجح بالتخلص من التشنجات يلي بتسيطر على العلاقة. مهنياً تتمتع بنشاط كبير، الأمر يلي بيساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة واتقان. برج السرطان. ابتعد عن السطحية بتعاملك مع الشريك أيها السرطان، وكون أكثر عمق معه، فهالشي بيفيدك كتير. مهنياً بيرافقك الحظ بجميع تحركاتك وبيقدم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كنت معقدة. برج الأسد. بتواجه الأمور بعقل كبير وبتوضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة بشكل سليم. من الناحية المهنية بتتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق بمشاريع جديدة. برج العذراء. مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك أيها العذراء، فالصراحة والشفافية بيضلوا الأساس المتين للعلاقة الناجحة. مهنياً إذا كان عملك بيطلب منك مجازفة أو بحطك أمام أخطار معينة، فبيدعيك الفلك للحرص الشديد وتجنب المتاعب. برج الميزان. بوادر حلول عم تلوح بالأفق لأزمة هددت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك بتعيد تصويب الأمور. مهنياً إنجازات متعددة بتعطيك دافع إضافي وبتساعدك على تخطي العقبات يلي واجهتك سابقاً بالعمل. برج العقرب. عندك بعض التردد بالعلاقة بالشريك أيها العقرب، والسبب هو غياب الثقة لحد كبير بيناتكم، لكن الأجواء الجيدة بترجع بتسيطر من جديد. مهنياً بتخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة وبتدخل مرحلة من النجاح، وبيمتاز اليوم بانطلاقة سريعة وديناميكية. برج القوس. بتمشي الأمور مع الحبيب بشكل رائع، وهالشي بيرجع بشكل رئيسي لمزاجك الرصين وطباعك المرنة. مهنياً بيتحدث اليوم عن نجاح بحققه بعض الأصدقاء، وعن مساعدتهم إلك، وعن فرص مهنية جيدة وواعدة. برج الجدي. استمع للشريك أيها الجدي، فإذا اعتمدت الليونة والتواضع بعلاقتك معه فرح يبادلك بالمثل. مهنياً عيد النظر بطريقة تعاطيك مع الزملاء بالعمل، فممكن توقع بمشكلة مع أحدهم إذا ما تصرفت دغري. برج الدلو. ممكن تتلقى دعوة من الشريك أيها الدلو لسهرة رومانسية أو ممكن تقوموا بسفر. من الناحية المهنية بيحمل اليوم فرص مهنية وعروض أو اقتراحات جدية، لازم تاخذها بعين الاعتبار. أما آخر برج معنا لليوم برج الحوت، التسامح مع الشريك منه تنازل بل دافع مهم بيساعدك للتخلص من العقبات يلي بتفرض نفسها عليكم. مهنياً أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، اليوم بتحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وبتسبق الآخرين بأشواط بحصد التقدير والمكافأة. أما مولود اليوم من برج القوس، سريع الغضب ولكنك بترضى بسرعة، حنون بتحب مساعدة الآخرين، منظم بعملك وعطول بتفكر وبتخطط لمستقبلك، بعلاقاتك غيور وما بتتقبل الأمور بشكل سريع. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم، شوفكم بكرة بفقرة جديدة، وهلأ منكفي مع باقي فقرات MTV Alive.